متابعين ام تي في الايف وبفقره سانتي لليوم دكتور توبي عطلة اختصاصي جراحه العظام والمفاصل وموضوعنا لليوم النمو عند الاطفال. اهلا وسهلا فيك حكيم. موضوع النمو عند الاطفال بياخذ حيز كبير عند الاهل، يعني بيعتلوا هم اوقات مبرر اوقات مش مبرر. اليوم رح نحكي عن كل هالتفاصيل، عن اول شيء المراحل اللي بيمرق فيها الولد واي متى بنبلش نفكر بانه في مشكله نمو او صحيح. لا الولد مراحل اللي بيمرق فيها بحياته هن عدة مراحل بالنمو. أهم شيء هي أول مرحلة، أول مرحلة هي أول 3 سنين. الولد بأول 3-4 سنين بدوبل طوله، يعني كان طوله 50 يقبرني إجا 50 سنتي موين، دوبل طوله بين 3-4 سنين. هذا أول مرحلة. بعدين بصير يطول مرحلة 5-6 سنتي بالسنة، 5-6 سنتي بالسنة تتجي البيوبرتي. هون بيفرق صبي وبنت، يعني قبل ما كانوا فارقين، صبي وبنت بيمشوا مع بعضهم وبطول بعضهم تقريبا بتفرق الفكتور. بس حكيم عند الولادة، بما أنه ذكرت الولادة، في ولاد بيخلقوا حتى بين الاخوه ولد اطول من ولد، هيدي لها علاقه بالنمو؟ أبداً بتعطي أبداً شيء اشاره؟ حتى اللي بيخلق اطول بجوز يطلع اقصر بالاخير. ما إلا واللي علاقة. بيخلق قصير كثير او سباعي او وات ايفر بيرجع بيطلع كثير كثير طويل. يعني دونك المبدا تبعها اول 3 سنين فكره النمو تبعها كليا مختلفه، مش هناك الولد بدوبي الاول 3-4 سنين من ثم صار عم يكبر عادي، هذا اللي مسمينه مو عادي، 5-6 سنتي بالسنه تا يجي البيبرتي. بس يجي البلوغ، يعني عند الصبي بيجي مأخر، عند البنت بيجي شوي بكير. يعني هن بدنا نفتش. البنت بتبلش على 10، بتبلش مش هلا بنحكي عن شو هن العوامل تبع النمو عند البلوغ. عوامل البلوغ عند البنت هينة، هي بيبلش يكبر صدرها واجمالا بيوبر تحت باطة تما نقول غرمت. دونك ان برينسيب المبدا تبعهم هينة، تفحص البنوت دغري بتعمل ببلش يبين الاشير على انه عم تنقل بنوت من طور الطفوله لطور الانوثه اللي هي بين الصدره وبين الوبر بين اجريه. بينما الصبي بيتاخر اكثر ومنا هينه نفحصه للصبي، مش هيك؟ هي بده يكبر الغده اللي هي التستس تبعه بدهم يكبروا، والشعرات نفس الشيء، مش هيك؟ اصعب فحصيته للصبي. يعني عم نحكي عن اكثر هو عامل هو تحت الباط، المناطق الحميمه. صحيح. الصبي كمان لما ببينوا المستاش شوي بوصلنا بمرحله افانسي، هون بعدنا قبل. هون قطعنا هلا. أوكي. حتى البلوغ يعني النقله من طور الطفوله لطور الرجوله ولا الانوثه كمان بتاخذ 3 سنين، يعني مش دغري. اول سنه ونص من عند البنت عم بتكبر عم بينما، بس بعد ما اجاها الميعاد من ثم بيجيها الميعاد، بس مش معناتها وقف الطول، بتضل تطول تقريبا شي سنه ونص من بعد الميعاد. هيدي بفكروا الناس كل انه كل العالم بتفكر انه خلص وقفت البيريود. واجت البيريود يعني قد ايه معدل السنتيمترات اللي اكثر كثير؟ يعني كنت عم بقول لك اول 3 سنين من حياته الولد بياخذ 50 سنتي بالضبط، كان اخذ خسر خلق 50 صار 100، بعدين مشي 5-6 سنتي. البلوغ وحده بين 25 و30 سنتي. صحيح. بس على 3 سنين، يعني بيقدر ياخذ سنتي بالشهر على 3 سنين. واو. ولا مش هيك؟ كل ما كان الولد قصير بين هلالين بلغ بكير، بطل ولد يعني عم بحكي الادولت، بس شوفي ادولت اجمالا بلغ بكير. كل ما كان شخص طويل اذا بترجع الى البلوغ بكون تاخر البلوغ تبعه. شو كسب؟ كسب الخمسه سنتي اللي كان عم ياخذهم من مين وين يعني. صحيح. دكتور اي متى ببلش نحس انه في شيء غلط؟ لما بيتوقف النمو كليا؟ وطبعا نحن بنمشي يمكن على الكيرف بعد بين الطول والوزن، ولا ما له علاقه؟ مش هيك الكيرف؟ اذا بتطلعوا بالدفتر بتلاقوا هن سطرين، او السطرين بين 2 لازم الولد يكون. بس ضروري الوزن يمشي مع الطول؟ مش ضروري، لانه اوقات بيزيد الوزن الطول بس بعده بس يزيد يعني. الوزن بينزل الطول، لانه الولد الناصح ما بيطول بالهين. الولد اللي ما بينام مزبوط ما بيطول بالهين. ليه؟ لانه الهرمون دو كروسانس الجروس هرمون تفرزه بالليل ما بيفرزه بالنهار. دونك اذا ما نام منيح ما بيقدر يفرزه. قد ايه معدل النوم؟ اوف ما مينيمو يعني ما لها معدل. قبل السنه لازم ينام
أكتر بالبيبرتي بالبيبرتي معدله مينيموم 6 او 8 ساعات مينيموم 6 ساعات طمعهم كثير للاولاد ويقدروا يسهروا كثير. دكتور كمان اوقات هيك لانه عم نحكي عن النمو بشكل عام طبعا نحن رح نفوت موضوع العظم اكثر بس في اولاد ضعاف يعني ما بينصحوا بس بيكمل نموهم كطول الى عادي طالما هيلثي الولد وما عنده مشاكل كلاوي وقلب ورية ونفس ما في مشكل أو هرمونات ما في مشكل بينما الضعيف ناصح ما في مشكل بيرجع بيبي بس النصاحة الزايدة عن اللزوم ما بتحبزوها يعني أكيد لا لأنه بترمل بالبلوغ يعني بصير يكبس على الجروس كارتيلج اللي بده يطول ما بخليه يطول طالع بيلو يطول ما. حتى الرياضة ما منحبز رياضة اللي فيها أوزان ما منحبز رياضة اندور كل شيء أودور ما كيف لك أي ولد بتفوتي عمره 13 سنة صبي بلش يعمل بادي بيلدينج بده يطلع قصير بس حكيم زيادة السبور كمان كمان يعني هلا بتعمل تراكشن افترض الأولاد مثلا اللي بيلعبوا فوتبول ما بيوقفوا ما عندي مشكلة طالما أودور عم يسحبوا يعني بس يلعب فوتبول يعني عم يعمل ستريتشنج وعم يعمل كونتراكشن للعضلات كل ما قالوا كثير منيح بمغط هلا برضه في رول يعني الولد اللي بيعمل اكثر من ساعه ونص ساعتين عمره 12 سنه بالنهار عم بحكي اتس اوفر هون ساعتها عضلاته بيتعبوا اكثر من عظماته اكثر من عظمه والبلوغ بس بيقدر الولد ماشي. يعمل سبور كل يوم ايه لازم ما في مشكله الانديكاسيون هي ساعه بالنهار نعم. الانديكيشن هلا ساعه بالنهار نعم. ولد هلا اوت دور برجع بقول لك اندور يمنع منعا باتا الولد يفوت على نادي تحت عمر ال 16 البنت على 15 صبي على 16 لانه لحق وبلش يحمل عم نحكي أوزان. نادي يعني الاوزان المكانات الجيم ايه والبول اب والبوش اب والمكانات بس انه اذا فاتوا يعملوا باليه او فاتوا يعملوا تنس اندور او جيمناستيك ما في مشكلة يعني بس اني اه اللي فيهم ستريتشنج ما عندي مشكلة بس اللي فيهم الكونتراكشن تبعه ستاتيك يعني منا ديناميك بس تكون ديناميك يعني الكونتراكشن تبعه بيركض عم بينط عم بشوط عم بيطج وات ايفر او منيح بس ليه بيأثروا على النمو؟ لانه اذا تعب العضل شو له علاقه؟ لا ما خص العظمه الجروس كارتيلج هو جاي باراليل على الارض بيربانديكولير على العظمه يعني انت ناخذ الفيمر هاي عظمة الفيمر هالقد عندي كارتيلاج من فوق كارتيلاج من تحت هو اللي عم بخلي وهو بيتأثروا بالعوامل الهرمونية يعني الهرمون دو كروسانس وبيتأثروا بالإمباكت تأملي هذا الفيمر عنده كارتيلاج قاعد عم طبس عليك اليوم أنا طلع باله يطول وأنا عم بجبره يضل مكبس مشان هيك عن طرق أطر النصاحة عن طرق أطر الولد اللي بيعمل كتير جيمناستيك بيطلع قصير بيبرم برمتين بالجو بيجي لابد بيجي إلي كومبري كل شيء بيرص العضل كل شيء بيرص الكارتيلاج دو كروسانس نيبا ريكومندي يعني ركض كتير مني ما بيعمل ستريتش يعني عم بيشيل إجر طيحط إجر عم بيشيل إجر ركض سباحة وات ايفر حتى الرقص اندور بس الرقص فيها كتير ستريتشنج نعم. دكتور بدي اشوف اي متى او شو الاشاير يلي بتبين انه في مشكله اكيد بذكر مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا على 0464 اذا بحبوا يطرحوا اي سؤال بموضوعنا لليوم وهو النمو عند الاطفال من ناحيه العظم اكيد من ناحيه كل هالتطور تبع العظم وكيف كمان يطلع العظم بشكل صحيح لانه من شوي كنا عم نحكي حكيم انا وياك تحت الهواء انه اوقات الطول السريع ممكن يضر شو بيضر صحيح ما بلحق العضل لانه اللي بيطول بالولد هو العظمه no. كل شيء داير من داره بيعمل بيلحقه Stretch. يعني الشريان والعضل والعصب كله بده يلحقه مشان هيك في اولاد بيعملوا وجع نمو بتسأل التيتا بالركب هذه بتذكرهم انا لهلا بتجي التيتا بتبوسه بتقول له ما في مشكل بيوقع ثاني بيقولوا له لانك عم تكبر فكر انه الكبر بيوجع حطت الدياجنوستيك وما حق التيتا من الناحيه في شيء من الصح افكتيف ما ليه؟ لانه اليوم النمو اللي عم يطول هو العظمه كل شيء داير من دار العظمه بدها تمغط عضل شريان عنتر قطر العضل الوحيد اللي بيوجع اذا بده يوجع فالولد اللي بيطول بسرعه ما بلحقوا عضلاته يعملوا مشان هيك كمان بس هيدي مرحليه ماشي يعني. ماشي ماشي ما مهمه ما بتعمل مشاكل اسبوعيه يعني ما بتاخذ ايام وسنوات نعم. السكوليوز له علاقه بالنمو كل واحد صار شيء ثاني له علاقه بالنمو هي سكوليوز ستون مالادي لافري سكوليوز ستون مالادي بتجي اجمالا المرض بيجي تقريبا على البيوبرتي ما بيجي قبل البيوبرتي يعني ترمي البلوغ
هون من راقب بناتنا وصبياننا. لا طبعا البنات عندهم نسبه سكوليوز اكثر من الصبيان دائما المشاكل. لا مش لهالدرجه مش لهالدرجه بس السكوليوز بحد ذاتها الالتواء يعني بحد بالسلسله الضاد بتجي ترمي البيوبرتي. نعم. بتجي ترمي البيوبرتي. مشان هيك بينفحصوا الاولاد بالمدارس اكثر شيء حكيم المدرسه على النظر ببين او مش ضروري بلا هي فحصيه بلا صوره مش ضروري الصوره بتجي اذا شكينا بشيء بنعمل صوره ساعتها. نعم. ومش كل السكوليوز سكوليوز يعني بدها علاج ومدري في منه عندهم شيء بنسميهم اتيتيود سكوليوتيك يعني نوع من بداية سكوليوز بس الولد خلص صار عمره 15-16 إذا عنده مثلا الأنجل تحت 20 درجة هذا في كتير عالم عندهم إياها لا بده جهاز ولا بده عملية ولا بده ولا بيأثر على طوله. نعم. وعلى بعدين يعني ماشي. رح أخذ اتصال. ألو ألو بونجور يا هلا تفضلي يعطيكم العافية أهلا فيك. بس سؤال صغير للحكيم إذا بتعملي معروف. نعم تفضلي عم بسمعك. ميرسي. بونجور حكيم، عندي بنتي عمرها 6 سنين ونص تحت الكاحل عندها مثل عظمه طالعه على الاذرتين ما بتوجعها ولا بتحس فيها ولا شيء بتعمل سيستوس مالغريسا ما بتوجعها بس هل في لزوم برايك انها تشيلها؟ هل بتاثر على الشيء باذريها؟ في جاوب عنا حنا عندي الاثنين بعض بضلوا على كبر الست سنين. نعم. معناتها ابدا ابدا ما في لزوم تشيلها اذا ما بتوجع ما في لزوم تعملي لها تريتمنت حتى ما بدها شيء ما بدها شيء هلا كل ما تكبر بجوز بتوجع ابدا بس تصير توجع اذا كثير عم تعمل تراكشن عليها لانه هيدي شغلتين يا بتكون اكزوستوزس بس عندها اياها بجرتين اجمالا بكون نوع من عظمه زياده بيلزق عليها عضل كثير كثير كبير هو اللي عم يعمل تراكشن هو اللي بصير يعمل تراك بس يعمل التراكشن بيوجع اذا كثير بترقص البنت اذا كثير بتنط على روس اصابيعها وات ايفر بس انه حياه 6 سنين ابدا حلو عنا سكارمينين بجن ما في شيء رواق رح اخذ اتصال ثاني. الو الو بونجور يا هلا تفضلي لو سمحتي بدي اسال دكتور اكيد عم يسمعك عمر 4 سنين صبي بلشوا له هلا اهله جمناستيك وبوكسينج نعم. بس بليز بيقدر يعطيني معلومه عنهم نعم 4 سنين جمناستيك وبوكسينج ان شاء الله ما يكونوا بذات النهار اكيد نعم مش بذات النهار يعني كل يوم شيء بعد نايل كل شيء تحت ولد تحت 12 سنه حرام يعمل اندور هلا مرة بالجمعة ما عندي مشكل تسلية يعني انه عمره 4 سنين لبس الزنار وراح يعمل تايكواندو ما عندي مشكل لبس الكفوف وراح يعمل بوكسينج ساعة بالجمعة ما في مشكل لأنه هي بتكون أكثر تريننج صحيح تريننج أكثر بس إذا كل يوم ساعة لا فتنا ابتداء من أي عمر أصلا بينصح أنه الأولاد يبلشوا رياضة كل رياضة ابتداء من أول سنة أوكي. يعني ولد حطي له بسكليت تريسيكل يركض برا ما عندي يركض برا بالزمان على ايامنا كان في 7 حجارة انت على ايامك ما في 7 اكس كان في كل شيء اوت دور ما في مشكله ابدا بس الفورسينج يعني يقعد يعمل تريننج يقوي عضلاته بوكسينج وبوش اب مش لاله مش لاله شوي لاحق لاحق مره بالاسبوع منيح رح ناخذ اتصال بعد الو الو يا هلا تفضل يا حبيبي صار لي ساعة على الخط مش عم تخلوني احكي انت على الهوا وعم يسمعك الحكيم وانا كمان تفضل شو سؤالك طيب انا بدي احكي مع الحكيم هو شيء بدي صبحك وصبحه هلا فيك بونجور حكيم يا هلا انا اسمي سعد الله ابي عاد بين لو مرحومي مايا يا حق ايه انت بتعرفني ولا بعرفك الله يرحمها تفضل شو سؤالك مايا ماتت طبية حبيبي انا هلا انا لحقها بس بدي اقول لك شغله صغيره صار لي 5 اشهر ضربتني الزره بايدي ما عم لاقي دواء ولا عم لاقي دواء ولا عم لاقي بس عم تعمل بالليل من الوجع رحت لعندك عملت لي ابره عملت لي يمين بخصوص هيدي قلت لي بدي ابره عملنا ابره عندك الثاني ضربت الزره صار لي 5 اشهر مش عم تحكي رح اطلب منك تضل تحت الهواء ريتا رح تاخذ اتصالك ونحن رح بنساعدك على الاكيد ويعني بنشد على ايدك وان شاء الله ما بتشوف مكروه ابدا. دكتور المشاكل شو بتكون؟ مشاكل النمو وشو علاجاتها؟ مشاكلهم بيبقوا كثير يعني بس اهم شيء نعرف الفاكتور اللي بياثروا على الولد يعني
الولد اللي ما بينام ما بيكبر، الولد ما بياكل ما بيكبر. بس كيف بنعرف حكيم انه بلش في مشكل؟ بده بده بطيبين يعني ما بخبي حاله الولد. يعني الولد ما بخبي حاله، يعني الولد ما بياكل ما بيكبر، دغري بتشوفوه ما بيكبر، مفتفت كثير، عنده مشاكل، بيعملوا له فحص دم وهلم جر، مشاكل النمو بالنمو واضحه اجمالا اجمالا هينه يعني بتبين علينا. دكتور في بعض الالرجيز مزبوط بتاثر على النمو، مثل الالرجي على الجلوتين، مثل الالرجي على اللاكتوز، بياخذ اللي بياخذ بياخذ كورتيزون صحيح، اللي عنده ملادي رينال بيطلعوا قصار كثير، اللي ما عندهم عنده ملادي بالغده الفوقانيه ما بقعد يفرز الهرمون دو كروسانس، وقالوا ما في منهم ريسبتور تبع الهرمون دو كروسانس كمان ما يعني عنده عم يفرز بس ما عنده ريسبتور، في مشاكل بالكارتيلاج تبع الكروسانس يعني اللي هو تبع الجروس كارتيلاج اللي بخليه يطول. في علاجات؟ في تجليسات اكثر يعني. شو يعني؟ اذا عنده جي اش واطي فينا نعطيه جي اش، اذا عنده مشاكل بالكلوي كمان فينا نعطيها ناتجة أشتان سيادو، إذا عنده مشاكل بالكارتيلاج الكروسانس ما فيك كتير تتحكمي فيه، بس كل ما يكبر شوي من جلسه، خاصة مثل النانيسم يعني مثل القزم، دونك هدول مشاكله بالكارتيلاج تبع الكروسانس أكثر ما هو بالهرمون يعني الكروسانس. هيدا الوحيد لما بيتصلح بين هلالين كله بيتصلح، بس بأي عمر الماكسيموم بنضل نقدر نظبط؟ طالما البلوغ ما وصل على 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 خواتمه يعني. مش هيك اكبر فتره اللي بيتحكم فيها الولد هي تقريبا البيوبرتي، مش هيك نوعيه السبور مهم كثير، نوعيه الاكل مهم كثير، نوعيه المخ يعني الولد اللي منه مرتاح مع حاله التريس بيقدر ما يكبر يعني بيقدر ياثر عليه كثير مكوكع على حاله. البنات اللي بيعملوا كثير دايت حتى عن عمر صغير الانوركسيا بياثر يعني. نوع مش ضروري انوركسيا، مش ضروري انوركسيا بياثر ايه بتقدر تاكل من العظمات تبعها اذا ما الفيتامينات بتساعد للنمو. ما نصرنا بالسبلمان هون يعني، انا ما كثير، انا بفضل 100 مره يكون هيلسي وطبخنا 100 مره اريح على انه تعطيه حبه كالسيوم للولد وفيتامينات ومدري، انه موجودين كلهم بال بس بالطهن. ما بنعطي فيتامين دي وكالسيوم لما بيكون في مشكله فيك تعطي يعني ما بروح ضيعان، انه الاوفر ما بيتسمم منه الولد، فهمت شو بقول؟ مشان هيك اليوم تقريبا بس بيفيدوا؟ ما فيك تعرف، ما في ما فيك تعرف يعني اليوم لو اعطيته كثير كالسيوم وما عنده الهرمون اللي بدها تحرق له الكالسيوم وتجيبها تحطها على العظمه تيكبر هالعظمه، ومش بس هيك الهرمون الكالسيوم وحده ما بيكفي، بده البروتيين اللي بتعطي معه، يعني اليوم اذا ما اخذ بروتيين واخذ كالسيوم واخذ فيتامين دي واخذ كل شيء هاو كله يعني بيعملوا مختصر مفيد حكيم انه ما نتسرسب كثير، والمشاكل رح تبين دغري اذا في عن جد مشكله وقف النمو او ما عم يكبر ابدا صحيح. او غيره صحيح. بعدين هي ونروح على طبيب مختص صحيح، هي المتابعه اهم شيء يعني اليوم تقدر تعرف بدك المتابعه طبعا، يعني اليوم بتشوفي ولد بتلاقي قصير اذا مره واحده شرقبي على شهرين ثلاثه بيرجع بيسلق حاله بيرجع بيطول، المهم يضل بالكورب تبعه اللي عم نحكي فيها خاصه بالبيوبرتي. دكتور توبي عطلة اختصاصي جراحه عظام ومفاصل، شكرا كثير لك، رح ناخذ وقفه صغيره ونرجع.